وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من جنيف سعادة السيد عبد الله بن فيصل جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. بعد التحية سيد عبد الله، ما هو تعليقكم على ما جاء في كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان عن مملكة البحرين والإشارات السلبية البعيدة كل البعد عن الإنصاف والعدالة؟ شكرا أخي العزيز. طبعا سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان تكلم في كلمة الافتتاحية الشفهية في افتتاح الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وتطرق للعديد من الدول والقضايا والمسائل التي تسترعى انتباه المجلس، وقد تقدم بكثير من الملاحظات وأيضا بعض التعليقات والتعبير عن القلق عن عدد من الحالات التي لمسها في تقريره في المقدم لهذا المجلس. نعم. ولكن في اشارته عن مملكه البحرين، يؤسف ان بيان المفوض السامي لم يصاوبه، يعني كانت اشارات خاطئه وتفتقر الى الدقه والمعلومات الكافيه فيما يتعلق بالبحرين، وبعث في رسائل سلبية تعبر وتتجاهل الكثير من الإيجابيات والمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في الفترة الحالية وأيضا الفترات السابقة، والآليات والتعاون الفني البناء التي شرعت مملكة البحرين في التفاهم مع مكتب المفاوض السامي فيما يتعلق في بناء القدرات وأيضا الدعم الفني لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نعم، وايضا لرجال انفاذ القانون وعدد من القضايا تتعلق بتطوير وتعزيز حقوق المرأة. نعم، نعم. في هذا الإطار سيدي العزيز، كيف تصف لنا جهود وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في التصدي للإدعاءات الباطلة تجاه المملكة التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال؟ طبعا الوفد الرسمي شارك في الاجتماعات في اليوم الأول، واليوم الصباح ألقينا كلمة مملكة البحرين في الرد على هذه الإشارات السلبية التي ورد في كتاب المفوض أو في بيان المفوض السامي حقوق الإنسان، وعبرنا عن أسفنا واستنكارنا لهذه الإشارات السلبية الخاطئة التي تفتقر إلى الدقة وعدم الإشارة إلى المنجزات والتعاون الفني البناء الذي هو حقيقة تم تنفيذه وبدء فعالياته في البحرين، وعقدت الفعالية الأولى في شهر مايو من العام 2016، وهذا نطمح أن يكون هناك تعاون أكثر إيجابية من قبل مكتب المفوضية السامية فيما يتعلق تنفيذ باقي البرنامج. فتكلمنا اليوم في كلمة الافتتاحية وسردنا كثير من المنجزات في مملكة البحرين، وتحدثنا على الآليات التي تفضلت بعرضها إلى جانب الآليات التي تفضلت بذكرها. أيضا هناك وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة التي يعني أيضا تتلقى العديد من البلاغات في حالات الادعاءات التي تمثل إساءة المعاملة من قبل رجال الوظيفة العامة. نعم. وتكلمنا أيضا عن التزام مملكة البحرين الدولية في تقديم تقاريرها الطوعية وفق التوقيع والتصديق على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال ذكرنا نعم تقديمنا لاتفاقية مناهضة التعذيب كانت في الشهر الماضي، وشروع مملكة البحرين في مراحل النهائية من إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة المزمع تقديمها في شهر نوفمبر من هذه السنة، بالإضافة لشروعنا في إعداد تقرير حقوق الطفل وأيضا التقرير الخاص بالعهد الدولي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أربع تقارير وتعاون فني بناء مع مكتب المفاوض السامي يظهر تعاون البحرين بشكل كبير في كل الاتجاهات التي لم يتطرق إليها المفاوض السامي في خطابه اليوم. نعم، نعم. بطبيعة الحال ستناول هذا الموضوع بشكل مفصل في نشراتنا القادمة. السيد عبد الله بن فيصل جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، شكرا جزيلا لك.